بتكون البيضة هذه مدفونة جوا في الرمل، والأنثى وهي بتبيض بتعمل هيك فمطلعها. خليها مش مشكلة. تمام، تجميع بيض الطاووس زي ما شايفين، 3 بيضات. صراحة المنظرة كتير كيوت، وعملت لكم فيديو روعة هتشوفوه بكرة إن شاء الله إذا ربنا أحيانا. وهدول الأولاد مش جايبينها البر، رايحين جايين بتمرجعوا وبتلعبوا. تعال تعال فرجيني، تعال اوعى الكتاكيت. طبعا يا اخوان شوية منظر مبهدل، لانه كنت انظف في المزرعة وعملت اللي هو شوية تغييرات في المزرعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبايبي رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان ان شاء الله في الحلقة هذه حنشوف تجميع بيض الطاووس، وحنشوف هل الطاووس صار يخصب ولا لا، او هل تماثل في الشفاء. وكمان حنروح نشوف باقي اللي هو الطيور اللي راقدة على البيض، زي الدجاجة اللي راقدة على البيض، وزي البطة اللي راقدة على البيض، وكمان حنشوف البطة اللي معاها الكتاكيت اللي صار فيها. وحنعمل لكم هيك جولة في المزرعة، وحنشوف آدم وأمير وإلى ذلك. خلنا نروح على السريع وزي ما تعودنا، وربط حزمة الأمان، وانزلوا تحت واشتركوا في القناة وفعلوا تنبيه جرس الفاقة بحزين لسل كل جديد. وخلنا نروح ونس جو. تمام يا اخوان، خلنا نفرجيكو ايش صار، وكمان حنشوف الطاووس كيف اصبح، وانثى الطاووس اكم بيضة جمعت. صراحة زي ما شايفين عملنا لكم فيديو عن استقبال الكتاكيت، فانتظرونا غدا ان شاء الله الفيديو استقبال الكتاكيت. استقبلنا اللي هو كتاكيت البطة. تمام، موضوع الحلقة هذه يا اخوان عن الطاووس كيف اصبح، وكم بيضة جمع الانثى، وهل تم تخصيب من الذكر على الانثى ولا لا. صراحة يا اخوان انا ما شفته بخصب، ومش عارف صراحة. تمام، خلنا افرجيكم ايش طرأ على المنطقة هنا. اذا بتلاحظوا قمت بتنظيف المنطقة هذه كليا، زي ما شايفين هذه المنطقة مطرح اللي هو الكانون، نظفتها وزبطتها، وتم نقل اللي هو بيت العصافير البيج والزيبرا من العريشة للمنطقة هذه كتغيير، وحطت زينة وزبطت هيك وأشياء حلوة، وكنست الأرض وزبطت الأمور هان، فصار المنطقة يعني كثير كثير حلوة زي ما شايفين. زي بلكونة هانا. وهان زي قاعدة بنقعد هانا وزي هيك. بس خلنا على السريع نروح نشوف الكلام اللي أنا قلت لكم عنه، ألا وهو كم بيضة جمعت حارسة أنثى الطاووس. وحنمر على كل البيوت نطمئن على البيض اللي الدجاج أو البط راقد عليه. فخلنا على السريع نروح نشوف. صراحة المنظرة كتير كيوت، وعملت لكم فيديو روعة هتشوفوه بكرة إن شاء الله إذا ربنا أحيانا. وهدول الأولاد مش جايبينها البر، رايحين جايين بتمرجعوا وبتلعبوا. تعال تعال فرجيني، تعال أوعى الكتاكيت. تعال ولد نزحلقك. سيبه، تعال فرجيني. والله جدع يا أمير. طبعا أمير صنع هذا الإشي. وهو ساعده. جدع. تمام، تعالوا العبوا لي غاد 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 في المنطقة هذيك، عشان ايش؟ الكتاكيت يا بابا ما تأذيهمش زي توي. يلا روح. جدع. ما شاء الله. وين صندلك؟ فضايح. وين صندلك؟ اطلع البس صندلك بالعجل، لحسا يخش في رجلك. لحسا يخش في رجلك مسمار ولا قزازة يا بابا. يلا. تمام يا اخوان، خلنا نشوف اكم بيضة جمعت انثى الطاووس حارسة. مش عارف صراحة، خلنا نفوت. بسم الله. تمام يا اخوان، هي بتوضع بيض، كانت اول بيضة بضطها هنا. رحت لقيت كمان بيضة هان، رحت حطيت لها البيضة اللي كانت رايضها غاد، حطيتها هان. وهي لقيت البيضة الثالثة. هذه من وين جاية؟ هذه بيضة اللامبورغيني.
بتكون البيضة هذه مدفونة جوا في الرمل، والأنثى وهي بتبيض بتعمل هيك فمطلعها. خليها مش مشكلة. تمام، تجميع بيض الطاووس زي ما شايفين 3 بيضات، فشي حلو ما شاء الله. تمام، بالنسبة للذكر هل تعافى يا ابو ادم؟ انا شايفه بمشي وبسم الله ما شاء الله عليه. خلنا بس نطلع الحارسة. انا شايفه يا اخوان بمشي ما شاء الله عليه، على ما يبدو انه هو تحسن صار يعرف يمشي، ولكن اصبعه اذا بتلاحظوا على اصبعه مطوج، مش عارف صراحة. بابا 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 هات السلة ونقول الكتاكيت حطهم في البيت. يلا يلا يا بابا، وحط الشرابة اللي حطينا فيها استقبالنا. ألف مرة، ألف تليار مرة، تعال تعال تعال. أنا كم مرة قلت لك لما تشوف الطاووس ابعد عنه 15 كيلو هيك هيك؟ كم مرة قلت لك؟ تضحك صح؟ بكرة فيش لك مصروف، بكرة فيش لك مصروف، عشان أنا اتكلمت كتير في الموضوع هذا. بتيجي من عنده بتضايق، بخش في الحيط تنكسر رجله، وبصير زي ما انت شايف سبب رجله بس منكو. بابا يا ريت نسمع الكلام، وبكره مالكاش مصروف عشان تاني مرة تحرم. معلش يا اخوان انفعلت، لانه ألف مرة قلت له لما تمشي من جنبه لف، لانه هو بتضايق فبخبط في الحديد بخبط في الخشب فبتنكسر رجله. هاي صارت رجله تجعه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي ما شايفين بدأ يعرج، رجع يعرج. والله ما بطلع يا أخوان بس على أساس الكلام هذا. ادخل ادخل قبل ما يتعافى، ادخل. عيدها عيدها عيدها، خليه يمشي، خليه يمشي وبعدين أنت مشي وراه. تفضل يلا يلا تفضل. خلنا نضبه يا اخوان، ما بدناش نخسره ونخسر البيض. ما صدقنا يعرف يمشي. تمام، لما يبدو عرفنا كم بيضة، 3 بيضات، وزي ما قلت لكم انا لسه مش عارف هل بخصب ولا لا. على ما يبدو بخصبش، لانه هاي رجله رجعت التوت من قصة توي لما ادم مشي من جنبه خاف منه، خبط في شو اسمه هذا، في الدربزين الخشب. تمام، خلنا نروح على السريع نشوف البطة اللي راكضة على البيض والدجاجة، نطلعها على اساس انه تعمل حمام والى ذلك. طبعا المكان هان عتم شوية، فتحملونا شوية يا اخوان. بسم الله، خلنا نطلع البطة. بسم الله، يلا روح اعمل حمام، روح ما تستعمليش علي. خلنا نطلع الدجاجة كمان اللي راقدة على البيض. بسم الله بسم الله. بدنا نخليها تتمشى شوية يا اخوان، لانه لها فترة ما مشيت. اها شايفين، هذا هو الكلام اللي انا بقولكم عنه، انه الطيور بتحشر حالها وما بترضى تعمل وسخ عزكم الله، على اساس انه ما تخرب اللي هو مكان الركض والبيض. ولما نطلعها لازم نطلعها مرتين او مرة في اليوم، على اساس انه يتعمل اوساخ، وبعد ما تعمل اوساخ نرجعها ثاني. تمام يا اخوان، تقريبا وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. أتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا بالقناة وتفعلوا تنبيه جرس الفائق أبو حسين لصلك كل جديد. حبايبي اطمنوش عليكم يوم من غيبة السامة، أكثر من الصلاة على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة.